تابعوا الأحوال الجوية على قناة أهراس جو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في نشرية جوية خاصة. إذن سنشهد سلسلة من الاضطرابات الجوية نشيطة الفعالية قادمة من شمال أوروبا على المناطق الشمالية للوطن. أمطار رعدية غزيرة وفي بعض المناطق تكون متوسطة إلى ضعيفة نسبيا من صباح الجمعة 5 جانفيف وتستمر إلى غاية صباح السبت. الولايات المعنية هي وهران، تلمسان، سعيدة، سيدي بلعباس، تيرت، تيسمسيل، البيض، أفلو، أنعامة ومعسكر، غيليزان، عين تيموشنت، مستغانم، الشلف. كمية الأمطار ما بين 20 إلى 50 مليمتر محليا. أمطار رعدية غزيرة وفي بعض المناطق تكون متوسطة إلى ضعيفة نسبيا، وكذلك تساقط لحبات البرد في بعض المناطق من منتصف نهار الجمعة وتستمر إلى غاية ليلة السبت. الولايات المعنية هي تيبازا، المدية، البوليدة، الجزائر العاصمة، الجلفة، بومرداس، البويرة، خميس مليانة، عين والسارة وتيزي وزو. كمية الأمطار ما بين 20 إلى 80 مليمتر محليا. أمطار رعدية غزيرة وفي بعض المناطق تكون متوسطة إلى ضعيفة نسبيا، وكذلك تساقط لحبات البرد بداية من مساء الجمعة وتستمر إلى غاية صبيحة الاثنين. الولايات المعنية هي عنابة، الطارف، سكيكدا، جيجل، بجاية، قالما، قسنطينة، ميلا، سطيف. كمية الأمطار ما بين 40 إلى 80 مليمتر محليا، قد تفوق 100 مليمتر محليا في بعض المناطق الساحلية. أمطار تكون متوسطة إلى ضعيفة نسبيا بداية من مساء الجمعة وتستمر إلى غاية مساء السبت. الولايات المعنية هي خنشلة، تبسة، باتنا، سوق أهراس، المسيلة، بسكرة، الأغواط، غرداية. كمية الأمطار ما بين 15 إلى 20 مليمتر محليا. وكذلك تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية الداخلية الشرقية والوسطى ما بين 800 متر إلى 1000 متر أيام 6 و 7 و 8 جانفي إن شاء الله. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.